السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد اللطيف سعيد من مدونة كريزنت في شرح تاني معانا بإذن الله، في شرح جديد وبإذن الله النهاردة في موضوعنا هنشرح عن الفوتوشوب أو كورس من كورس الفوتوشوب. طبعا احنا كنا عملنا قناة قديمة لو حضراتكم تفتكروا، القناة القديمة دي كانت تبع كريزنت وللأسف القناة اتقفلت، فهنعيد رفع الفيديوهات بالشروحات مرة تانية. بس أتمنى حضراتكم إن انتم ما تنسوش تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، بجانب ما تنسوش تشتركوا في قناة كريزنت عشان تشوفوا الكورسات اللي هتتعمل باذن الله في الفوتوشوب اول باول، بجانب ما تنسوش تعملوا فولو صفحتنا على تويتر، بجانب ما تنسوش تعملوا واهم شيء ما تنسوش تعملوا فلو او متابعه على جوجل بلاس عشان تشوفوا اجدد الاخبار اول باول واجدد المواضيع اول باول، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القائمه البرديه الخاصه بنا. شرح النهارده هيكون شرح مطول، شرح النهارده هيكون شرح مطول، لو حضرتك بتتضايق من الفيديو او حاجه اتمنى حضرتك انك تقفل، لان الشرح النهارده طويل هشرح فيه خصائص وواجهه الفوتوشوب بشكل كامل. طبعا احنا هنستخدم واجهه واحده او واجهه الفوتوشوب اللي هو فوتوشوب سي سي، طبعا مالناش دعوه بسي سي بتاع مصر، احنا بنتكلم على فوتوشوب سي سي. الواجهه دي هتكون خاصه بنا، الواجهه شرح اللي هو شرح الفوتوشوب بشكل كامل، هنشرح الواجهه كلها، ده الشرح هيكون النهارده مش اكتر من كده. اول حاجه ده عندنا واجهه الفوتوشوب، طبعا انا يعني مش لازم افتح الفوتوشوب قدامكم، هو ده هيكون واجهه الفوتوشوب. اول حاجه واجهه الفوتوشوب بتبقى واحده على كل البرامج او على كل الاصدارات، يعني اذا كانت انت بتشتغل على الفوتوشوب 8 او بتشتغل على فوتوشوب سي اس 6 او بتشتغل على الفوتوشوب ايا كان، احنا حابين نكون في الاصدار الحديث اللي احنا نقدر نشرح الفوتوشوب بالكامل بطريقه سهله. على اساس التحديثات اللي بتحصل في الفوتوشوب لازم انت تواجه العصر، فاحنا قلنا نشرح احنا قلنا نشرح الجديد مره واحده، لان لو شرحنا الجديد او انت فهمت الجديد الاصدارات الجديده هتفهم انت القديم اوتوماتيك. ده الفوتوشوب، ده الواجهه بتاعته. القائمه دي اسمها قائمه الادوات، ودي قائمة معروفة جدا بالنسبة للمصممين اسمها قائمة الأدوات. تمام، قائمة الأدوات دي تتكون من إيه؟ تتكون أول حاجة من السهم. تمام، السهم ده إحنا نقدر نحرك بيه الصورة، تمام، يحرك بيه الصورة أو نمسك بيه الأداة اللي إحنا محتاجينها أو الشيء اللي إحنا محتاجينه جوه الصورة. كمثال أكتر، أنا مثلا هختار مثلا صورة، تمام، أي صورة أيا كانت، هختار مثلا الصورة بتاعت اللوجو بتاعت كريزنت دي أحطها هنا أهو، اقدر احرك الصورة من جوه بالاداة دي. تمام، اقدر احرك الصورة بالاداة دي، طبعا مش كل الصور، يعني مثلا في صورة بتبقى معزولة الخلفية او صور البنج اقدر امسك الاداة بيها. تاني شيء الاداة دي اللي هي اسمها ريكروت، مش عارف حاجة تولز كده، دي انت تقدر تستخدم او تقص باشكال هندسية. كمثال مثلا انا عايز اقص بشكل هندسي اللي هو الشكل المربع ده، تمام، عايز اقص انا بشكل هندسي، هعتذر الماوس وقف، تقدر تقص مثلا بشكل هندسي بشكل المربع ده، تقدر مثلا تعمل كده اهو، تحدد المكان اللي انت عايزه، يعني كمثال نحدد مثلا المكان اللي احنا عايزينه اللي هو المربع ده او اي شيء من هذا القبيل، وبعد كده نيجي هنا اهو وبعد كده كات. تمام كده، ادينا استخدمنا اداة تانية اللي احنا نقدر نقص بيها بشكل مربع بشكل مستطيل ايا كان الشكل اللي انت عايزه، وطبعا بتبقى فيه ادوات هندسية كتيرة مش اداة واحدة بس. إذا كان عندك دايرة أو مستطيل أو أيا كان. التالتة تعتبر من أهم الأدوات اللي مستخدمين الفوتوشوب بيستخدموها، اللي هي أداة القص أو الأداة اللي إحنا بنقص بيها. طب دي معناها إيه أو دي إزاي دي؟ الأداة اللي إحنا بنقص بيها دي اللي اسمها مش عارف إيه اسمها، أيا كان مش مهم اسمها. الأداة دي ليها 3 أدوات. تمام، عموما اللي احنا بنستخدمه في النص بس. طيب اللي مش معنى احنا اللي بنستخدمه في النص بس، لان احنا هنا بنقدر نتحكم في البرنامج او نقدر نتحكم في الاداه اللي احنا عايزينها خطوه بخطوه. كمثال مثلا انا عايز اقص اللوجو بتاع كريزنت ده، هقدر احدد كده اهو 1 2 3 4 5 6 لحد ما ايه، لحد ما اكمل اللي انا عايزه هيبقى شكل هندسي انا اقدر اقص بيه. تمام، طيب هل مثلا ده يبقى هي دي الأداة الوحيدة؟ لا، في أدوات تانية. طيب الأدوات التانية دي زي إيه؟ زي مثلا اللي هي الأداة اللي هي الأداة التتبع أو الأداة اللي أنت تقدر تمسكها بإيديك مرة واحدة، الأداة اللي أنت تقدر تمسكها بإيديك مرة واحدة اللي هي مثلا دي. تمام، يعني أنت مثلا ممكن تقص زي الإيه، زي المشرط في إيدك، فاهم قصدي؟ بس الأداة دي مش محببة يعني أو بيستخدمها الناس المحترفين جدا.
تمام. في بقى الاداه التانية اللي هي الاداه الوسط، اللي هي الايه اللي احنا دي بنستخدمها، واحد اتنين تلاتة اربعة، دي عموما احنا بنستخدمها بكثرة كاحنا المصممين، مش يعني مش مصممين محترفين ولا مصممين يعني ايه يعني لسه في البداية، احنا بنستخدم ادوات هنحتاجها بكثرة اللي هي الاداة دي. طيب نيجي للاداة التالتة اللي هي ايه، اللي هي الاداة الماجيك او اللي احنا بنقول عليها الايه المغناطيس. طيب هو ايه يعني ايه الاداة المغناطيس دي؟ انا مثلا كمثال هحدد مثلا على واحدة وهي تمشي لوحدها اوتوماتيك، انا مش هلمس اي شيء، يعني لو حضراتكم سامعين مفيش اي تكات في الماوس، هو بيمشي اوتوماتيك مع نفسه تمام. بعد ما اخلص اروح اعمل كده اهو، طبعا لحد ما اختار المكان اللي انا هقدر اقص منه او المكان اللي انا عايز اقصه بشكل كامل. ده هو شرح الادوات دي كلها. طيب نيجي بقى للايه الاداة اللي بعد كده والاداة الاكثر استخداما برضو للمصممين، اللي هي ايه اللي هي الماجيك واند. الماجيك واند دي او الماجيك واند، الماجيك واند دي لو انا مثلا عندي خلفية زي الورا دي، مثلا خلفية زي ايه، خلفية زي البلبني دي او الزرق الازرق ده تمام، انا الخلفية دي عايز اقصها تمام، يعني انا عايز اللوجو بس مش عايز الخلفية، هعمل ايه؟ هاجي على ماجيك تولز دي، اروح دايز كليك مرة واحدة يحدد لي على اللون اللبني بالكامل. يعني مثلا انا مش هفضل جايب الاداة دي مثلا وامشي على خطوة بخطوة بخطوة عشان اقدر اقص الاداة دي بس او اقدر اقص اللوجو بس، لا انا عندي اداة تانية اسهل تسهل لي الموضوع اكتر، ان انا اقدر اقص لون محدد او لون يعني لون محدد او لون شامل، كمثلا لون لبني ابيض اسود ايا كان اللون، بس يكون لون موحد، ما يكونش مثلا لون تدرج الوان ولا شيء، لا يكون لون موحد تمام. هدوس مثلا عليه كده اهو، الاداه دي بتخليني ان انا احدد على الكل، اروح دايز ديليت عدي كده الايه اللون اللبني اتشال صح، يبقى هنا عندي بقى اللون اللبني اللي في الهدر او الباك جراوند او اللودنج شو، ده طبعا ده حاجه تانية دي تمام. بس انا بقول لك لو انت عايز تمسح لون موحد برضو في اداه تانية معاه، اللي هي الايه انت مثلا تقدر تسحب او تقدر تحدد على اللون الداخلي او مثلا اللون الخارجي برضو مش شرط داخلي تمام اهو، بس مش هتبقى كويسه قوي يعني لان هياخد الوان كتير قوي معاه، يعني مثلا في حاجه انا مش عايز اخد اللودنج شادو ده تمام، بس هو خده برضو اهو تمام. يعني في اداه تانية برضو تسهل لك الامر اكتر اللي هي الاداه دي، بس الاداه دي بتبقى تقيله قوي باستخدام الفوتوشوب، يعني يعني في مصممين كتير ما بيستخدموهاش لان بتبقى تقيله قوي في ايديهم تمام. طيب نيجي بقى للي بعد كده اللي هي الاداه الكريبتو او القص. طبعا احنا قلنا في الاول اللي هي الاداه دي اللي هي بتقص، طيب عندك اداه تانية اللي هي الاداه دي ممكن تقدر تقص بيها برضه، اللي هو ازاي انت مثلا ممكن تقدر تحدد على ايا كان اللي انت عايزه تمام، وتقدر تصغر منه هنا واحد اتنين، هيبقى الشكل اللي انت عايزه مش شرط مربع، لا هيبقى ممكن مثلا مستطيل ممكن مثلا كده كده، يعني دي تبقى بتاعتك وتقصها وبعد كده تدوس انتر، ده بيقص معاك. في برضو ادوات تانية معاه، اللي هو مثلا الاداة دي انت ممكن تقدر مثلا تقص بشكل ثلاثي الابعاد او 3D، فاهم قصدي اهو، تقدر مثلا تقص بشكل ثلاثي الابعاد 3D، مش قص عادي تمام اهو، بقى شكله عامل ازاي، تقدر تقص 3D، فده طبعا ليه شغل تاني في استخدام ال 3D، لان احنا هنشتغل برضو باذن الله في الشروحات الجايه المتقدمه قوي هشرح لكم ال 3D بشكل كامل تمام. عندك الاداه دي اللي هي الايه اللي انت تقدر تحدد لون محدد، يعني مثلا كمثال انا عاجبني لون محدد في اللوجو اللي هو اللوجو اللبني ده تمام، انا مثلا ممكن ادوس عليه عشان اعرف تدرج اللون الخاص بيه ايه، راح دايس عليه كده اهو كده عرفت اللون التدرج الخاص بيه ايه، ظهر عندي تحت حتى لو حضراتكم كنتوا لاحظين مكان الماوس تمام. لو انا مثلا عملت كليك اهو ظهر عندي اللون الابيض، لو انا عملت كليك اهو ظهر عندي اللون الازرق الغامق، ليه؟ لان ده بيحدد لي اللون الداخلي للوجو، مش مش يعني مش عارف اوضحها اكتر، يعني هو بيحدد لي اللون مش اكتر من كده. طيب نيجي بقى للي بعد كده الاداه دي، الاداه دي ليها وظائف عديده منها اخفاء العيوب، ودي هيكون ليها شرح خاص باذن الله. برضو الفرش، ده الفرش دي وظيفتها انها تقدر يعني تركب فرش او البراش، تقدر انت تعمل حاجات كتير قوي بيها، وده ليها برضو شروحات متقدمه. ده برضو عندك الاداه دي اللي هي اداه اللي هي الاداه الختم او الاداه دي عموما بيستخدمها المصممين بالذات في الايه بالذات في ال في اللهم صل على النبي
اللي هو المحلات او الاستوديوهات اللي هو يقدر مثلا يخفي عيوب الوجه بنستخدمها بكثره، حتى كمان لو انت مثلا حبيت تعدل على لوجو او شيء احنا بنستخدمها بكثره. يعني مثلا ممكن اقدر امسح شيء محدد مثلا هنا اهو، اقدر مثلا اعلم اللون اللبني ده تمام، اروح جاي هنا اهو ماسح اهو تمام، اقدر مثلا اضيف ايه. طبعا بتبقى عندك تقدر تستخدم الفرش ليها، مثلا لو انا مش عايز اللون التدرج ده اروح اعمل كده اهو مسحه بشكل كامل اهو، فاهمين قصدي؟ ده وظيفته، بس طبعا ليه وظائف تانية هنشرحها بإذن الله قدام. يعني ليه وظائف تانية كتير، مش الوظيفة دي بس، لا ليه وظائف تانية كتير. هنا عندك دي الفرش او الفرش الايه المتحركه، احنا بنستخدم انا بقول عليها الفرش المتحركه، معرفش بقى بعض المصممين بيقولوا عليها ايه. دي مثلا اللي انت تقدر تعمل بيها حاجات اخرى، او انت تقدر تعدل على اشياء محدده، يعني تقدر مش عارف اشرح اكتر. فباذن الله ده هيكون ليها شرح قريب قوي، لان ده هيكون من اساسيات الفوتوشوب. عندك الاستيكه، الاستيكه دي انت ممكن تمسح بيها عادي جدا زي الرسام، يعني مثلا ممكن تمسح بيها. بس الاستيكه بقى في الفوتوشوب تختلف، انت مثلا ممكن تمسح بشكل محدد، يعني مثلا كشكل ايه، ممكن مثلا تمسح بشكل مثلا الشكل ده حاجه كده لذيذه يعني، فاهم قصدي؟ ده هنشرحها برضو، لان انت مثلا ممكن تركب حاجات اخرى على الاستيك، فاهم قصدي؟ الفرش برضو اللي هو الفرش او البراش ممكن تقدر تستخدمها على الاستيك كمان، وده هنشرحه باذن الله قدام. عندك تدرج الالوان او الباكت، انت مثلا لو انت عايز تغير مثلا لون محدد كمثال، مثلا اللون الازرق ده او اللبني ده انا عايز اخليه مثلا لون احمر، تروح جاي كده اهو على الباكت. بس طبعا اهم حاجه تحدد عليه اللي هو فين، تحدد على الخاص بيه ده اللي هو الاداه بتاعه الماجيك دي تمام. بعد كده تيجي على الباكت مثلا، بعد كده تختار اللون اللي انت عايزه. انا مثلا عايز اختار اللون مثلا الاسود، اروح عفوا معلش الاسود، راح دايس اوك، راح جاي كده اهو حددت عليه اللون الاسود. طب مثلا لو احنا افترضنا مثلا ما عملناش الماجيك دي، لو احنا عملنا مش يعني مش هيحدد قوي زي ما انت فاهم برضه، وده ليه هيكون شرح اخر باذن الله. طبعا ده تدرج الالوان، تدرج الالوان ده برضه ليه حاجات تانية هنشرحها. يعني مثلا انت ممكن مثلا تقدر تعمل تدرج الوان ابيض مع اسود اهو، تيجي مثلا على تدرج الالوان تروح ساحب كده اهو ابيض مع اسود، ده طبعا انت ممكن مثلا تعمله اسود اسود من غير اي شيء تمام. يعني مثلا انت بس عايز تعمل مثلا شيء للايه للصور او حاجه شبه كده، ده هنشرحه برضو بعدين. عندك دي الاداه دي اللي هي الاداه شبه النقطه او الحاجات دي او الادوات دي، دي برضو بيستخدموها للاستوديوهات في التصوير. ليه؟ لان بتسيح الحبوب بتاعت الوش والكلام ده كله، ودي هنشرحها بعدين. يعني برضو كمثال انا مثلا عايز ايه، انا مثلا عايز اسيح اللون الابيض على الايه على اللبني اهو، شايف بقت عامله ازاي؟ في زغللة حصلت اهو، لو تلاحظ اهو هنا كمان هتلاقي في زغللة حصلت اهو بالشكل ده. انت هنا دي تقدر تستخدمها برضو في الكلام ده تمام، يعني ليها اكتر من اداة. طيب دي الاسبونجة برضو نفس النظام بس بتبيض، فاهم قصدي؟ يعني دي نفس النظام بس بتبيض، ودي برضو بيستخدموها الاداة او الاشخاص بتوع المصورين على اساس برضو ايه يبيض مثلا شيء محدد، الشمس مثلا الكلام ده بيقدر يحددوه. وليها ادوات تانية او ليها وظائف تانية كتير، مش شرط الحركة دي بس يعني، ودي هنشرحها برضو بعدين اهو. دي مثلا بتقدر ايه تنقي او تنقي اكتر الصورة او تخليها متدرجة اكتر تمام. في حاجات يعني ليها ادوات تانية كتير هنشرحها. دي عندك القلم، القلم ده الاكثر، القلم ده الاكثر استخداما للمصممين، اللي هو ايه اللي انت مثلا ممكن تقص بيه. بس طبعا ده ليه ناس ليه ناس محترفين، ده باذن الله هنشرحه قدام. يعني ده ليه استخدام محترف قوي، يعني ده باذن الله هنشرحه قدام، لان ده محتاج شرح خاص حوالي 3 فيديوهات مع بعض مش فيديو واحد تمام. عندك هنا بقى ده الاداة اللي هي تقدر تكتب بيها، تقدر مثلا تكتب اللي انت عايزه، يعني تقدر تكتب عربي انجليزي ايا كان، بس عشان الخلفيه بيضه فمش ظاهر. مثلا ممكن هنا مثلا تكتب ابيض، لا انت مثلا نخليه هنا اسود او ايا كان اللون تمام اهو، ايا كان اللي انت عايز تكتبه هيبقى بالشكل ده تمام. وطبعا دي الاداه اللي بتكتب، بس مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده. دي ماوس تاني برضو، ده ليه وظيفه تانية بس ده هنشرحه قدام باذن الله، لان ده وظائف انت ساعتها ما بتكون شغال على فايلز، وده هنشرحه. المربع ده برضو نفس النظام، يعني لو انت بس عايز تعمل مربع مثلا للكتابه او اي شيء من هذا القبيل تمام،
ده بإذن الله هنشرحه قدام برضه، يعني ده من الأشياء المهمة واللي بتستخدمه في 3D. الهاند دي أو الهاند تولز دي طبعا دي برضه ليها وظيفة تانية، دي هنشرحها بعدين. تمام، عندك اللي هي دي برضو الأداة اللي بتكبر أو اللي تصغر، دي برضو دي عموما أنت بتستخدمها إنك تكبر وتصغر الصورة مش أكتر من كده. عندك بقى الحاجات اللي تحت دي بقى، دي إيه دي حاجات تحت دي بقى ليها وظائف أخرى، مش يعني إحنا مش هنحتاجها تقريبا، إحنا مش هنحتاجها أصلا يعني. تمام، بس أنا حبيت برضو أعرفكم أكتر. شيء أخير عايز أقوله، لو أنت عايز تعمل ولا ده هنشرحه بعدين. ده كان شرحنا النهارده، طولت قوي في الفيديو، طب بقالي 15 دقيقه. ده كان شرحنا النهارده، يا رب كل شرح عجبكم، انتظرونا باذن الله في موضوع جديد مع لطيف سعيد. يا ريت لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتدعمنا بزر اللايك عشان نقدر ننزل فيديوهات اول باول، وكمان ما تنسناش بالسكرايب، وبجانب ما تنسناش باللايك على الفيس، بالفولو على تويتر، بجانب الفولو على جوجل بلس، ومهم جدا ده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.